انطلاقة سليمة وراي على شوطنا التاسع عشر في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور. الشوط التاسع عشر شوط خاص بالحجائج الأبكار بفئة الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحل لمسافة 2 كيلومترات مع بداية هذا الموسم نسير بالصدارة. نتابع البداية والمقدمة وأرى حفل من قادة المجموعة بشعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ يقدم حفلة بهذا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، تليها مع المركز الثاني نوادر بشعار سالم بن حميد بن عثيث الراشدي، وعلى مستوى المركز الثالث عزاوي لسالم بن راشد بن غدي الكتبي، رابع الانطلاقات رابع التحديات تشريف حمد بشطيط بن سالم الوهيبي، والقدوم مع المركز الخامس الشاهينية لسطاب السيب بن عوض الكتبي. بينما انطلقنا مع المركز السادس نتابع صوغ لهناد بن سيب بن ناصر الرشيدي، والتقدم مع المركز السابع شواهين راشد بن علي بن سالم الغيلاني يقدم شواهين على مستوى المركز السابع. ثامن الانطلاقات عجايب لمحمد بن سلطان بن حارب بنواس، وعلى مستوى المركز التاسع التسلل التقدم الانطلاق والتحديات للسيوف لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي. عاشر المشاهدين متابعين الكرام تقدم في هذه اللحظات مع ربابه لمحمد بن مسفر بن قوبع المنصوري. هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدمه، ولكن لنا عوده مع الصداره مع المقدمه. وارى هناك اللي انتزعت ناموس هذا الشوط شواهين راشد بن علي بن سالم الغيلاني يقدم شواهين. بدا تباعد المسافه، يرت الشوط في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية لتهدي السلامات لهذه السلطنة بهذا الأداء المتميز. شواهين راشد بن علي بن سالم الغيلاني يتابع شواهين بالأداء المتميز. انفرد كلي غادرت بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لهذه السلطنة بهذه العروض الجميلة والرائعة. سلام لإعلاء السلام بهذا الأداء الجميل. لراشد بن علي بن سالم الغيلاني ولحظات وصول شواهين الى خط النهايه بالاداء الجميل والرائع. المركز الثاني لمحمد بن مسفر القوبع المنصوري، المركز الثالث للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، المركز الرابع جاء التشريف لحمد بشطيط بن سالم الوهيبي، المركز الخامس عزاوي بشعار سالم بن راشد بن غدير. هذه النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه، شوط حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن شواهين من ظفرت بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لأهالي السلطنة وأهالي جعلان. جاءت بتوقيت زمني مقداره 2:56 7 أجزاء من الثانية. التهاني لمالك شواهين راشد بن علي بن سالم الغيلاني ربابة مع المركز الثاني. توقيتها الزمني 2:58 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن مسفر بن قوبع المنصوري، ومع المركز الثالث تنطلق حفلة بشعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، والتوقيت الزمني 3:04 من الثانية.